لجنة دعم الصحفيين رصدت في تقريرها لشهر سبتمبر من هذا العام أكثر من 48 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين، منها 26 انتهاكاً إسرائيلياً وانتهاكان من قبل جهات داخلية فلسطينية ومجهولة. هذه الاعتداءات المتواصلة، الاحتلال الإسرائيلي منفك يعتدي على الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، ولكن بهذا العدد يعني ألا يمثل تصعيد من الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين يعني الشهر الماضي تحديدا؟ فلسطين المحتلة تمثل أرض غير آمنة للعمل الصحفي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. شهدنا في البث الحي والمباشر كثير اعتداء على صحفيين ليسوا فقط محليين إنما يعملون في شبكات دولية. المحتل يدرك تماما أن الصحفي هو عين وأذن، التي العين والأذن التي تراقب ما يجري من انتهاكات يومية. كم هائل، أنت إذا تابعت السوشيال ميديا وتابعت ما ينقل، لو انعكس هذا في الإعلام الغربي بشكل عادل أعتقد أن هناك إجراءات كثيرة سيتم اتخاذها. في نجح الفلسطينيين في عدة حالات وأدت إلى أن يتراجع الاحتلال. في قضية الشيخ جراح فيديوهات وبوستات كشفت عورة هذا الاحتلال بشكل كبير، وسمعت كثير من أمريكان وغربيين كانوا يناصرون إسرائيل ونشروا فيديوهات، وصلت لهم الصورة، ذهلوا من حجم التزييف الذي كان يصلهم، فلذلك هم يدركون ماذا يعني الصحفي بالنسبة لأعمالهم القذرة التي تتم بصمت يوميا ضد الأطفال. طبعا يجب علينا نحن في دائما نحن نخاطب المؤسسات الدولية بأن ينتبهوا لما يجري بحق الصحفيين، أن يوفروا لهم الحماية. هذا الاحتلال لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات انتقامية من هؤلاء الصحفيين الذين يوميا يكشفون كما هائلا من جرائمهم. ولو قدر لهذه الجرائم أن تنعكس بشكل عادل في الصحف الغربية لكان الموقف كان أكثر زخما وأكثر إنصافا لما يجري في فلسطين المحتلة. دكتور رياض الأشقر، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين أمر ربما يتفهمه من يؤيد دولة الاحتلال، لأنها تريد طمس الحقيقة، تريد تزييف ما يجري على الواقع، ولكن مع ذلك دولة الاحتلال هي ملزمة وفق القوانين الدولية بإجراءات معينة لاحترام حرية العمل الصحفي. لماذا تبدو الآن وكأنها تضرب بكل هذه القوانين وكل هذه الالتزامات عرض الحائط؟ رياض الأشقر يبدو أنه لا يسمعني، سنحاول العودة له مرة أخرى. ولكن بالنسبة للاحتلال، عندما نشاهد بأن معظم المحطات الدولية لها مكاتب في لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ألا يفرض عليه إذا نوع من الالتزام بهذه المواثيق الدولية المتعلقة بحرية العمل الصحفي؟ أنا أتمنى أن تحترم هذه القنوات والمؤسسات الدولية، CNN والBBC وغيره، أن تحترم نفسها وتنقل ما يجري. لماذا تنقل فقط الأمور التي إذا فلسطيني ضرب حجرا على مدني إسرائيل تقوم الدنيا ولا تقعد، أطفال في عمر الورود تقلع عيونهم، يضربون، يسحلون من بيوتهم. اذهب إلى الخليل، إلى القدس، انظر كيف هي طفولة، كيف يعيش الطفل الفلسطيني، هل يعيش كما يعيش الطفل في الغرب؟ كيف هل يتحمل ما يتحمله هذا الطفل من إقامات جبرية واعتقال وحبس؟ لذلك هنا مسؤولية الإعلام البديل، مسؤولية الإعلام الفلسطيني. هل هذا الإعلام الغربي يلتزم بمواثيق الشرف المهني والعمل الميداني؟ ينقلون من كل من 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 يعني من كل مكان، وهذا جيد. لماذا فقط فلسطين، فقط عندما تكون الأمور يعني أكثر حدة
تقارب الأمور على يبدأ الحديث عن التهدئة وعلى الأطراف كلها أن 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 تتجنب العنف، وكأن الفلسطيني يمارس القوة العنيفة كما يمارسها الاحتلال. يعني تقصد الصورة لا تنقل بأمانة، لذلك أعود لك دكتور بأي حال من الأحوال. دكتور رياض الأشقر، الاحتلال الإسرائيلي عندما يستهدف الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين تحديدا، هل يريد طمس الحقيقة التي يريد هؤلاء إظهارها للعالم؟ بكل تأكيد هو يستهدف الصورة، يستهدف الكلمة، يستهدف مقاطع الفيديو التي توثق جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل وتهجير وهدم منازل واعتقالات تعسفية. لذلك يستهدف الاحتلال فئة الصحفيين لإرهابهم وتخويفهم ومنعهم من ممارسة عملهم في توثيق الجرائم وفضحها أمام العالم أجمع، وبالتالي إدانة الاحتلال بارتكاب هذه الجرائم بالصوت. شكرا جزيلا لك رياض الأشقر، المدير الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات. هؤلاء الذين تعتقلهم قوات الاحتلال من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، هل هناك منظمات يمكن أن تدافع عنهم إذا قصرت المنظمات المحلية أو حتى إذا قصرت السلطة الفلسطينية في أداء واجبها تجاههم؟ يتوجب على الاتحاد الأوروبي، وهو من أكبر الممولين والداعمين لمشاريع إسرائيل المختلفة التنموية بما له من سلطة وقوة تشريعا، أن يتدخل في مثل هذه الملفات ويعلي صوته بأن يقوم بما يملك من أدوات لإلزام الاحتلال بالالتزام بالعمل الصحفي، لأنه المعادلة واضحة. لا يمكن أن نستمر بدعمكم بأموال دافعي الضرائب. هؤلاء دافعي الضرائب يؤمنون بقيمة تبادل المعلومة وانسياب المعلومات، هذا يغضب دافعي الضرائب. فلذلك رجاء توقفوا عن هذه الجرائم والانتهاكات. هذا فيما يخص الاتحاد الأوروبي. لدينا الأمم المتحدة، لدينا مكاتبها، لدينا أدواتها أن تتدخل بكل ما تستطيع لتمثيلها وللدفاع عن هؤلاء الصحفيين، للعمل على إطلاق سراحهم والضغط على الاحتلال، سيما أن كل الصحفيين كما تشاهد يعني في جميعهم يلبسون الشارات المميزة، يقومون بعملهم المهني. رغم ذلك ترى كيف أنهم يستهدفون ويطلق عليهم النار بشكل متعمد، إضافة للاعتقال، إضافة هناك استهداف بالرصاص الحي، استهداف بمصادرة الأدوات التي يستخدمونها في نقل الحقائق عن ما يجعل عمل الصحفيين عمل مشوب بالمخاطر. أسأل منسق لجنة الصحفيين دعم الصحفيين في فلسطين الأستاذ صالح المصري معنا من غزة، عما يمكن فعله لحماية الصحفيين الفلسطينيين. أستاذ صالح، ما الذي يمكن من إجراءات لمنع الاحتلال من الاستمرار بهذه الانتهاكات ضد الصحفيين؟ يعني أنا أشكركم في البداية على طرح هذا الموضوع المهم اللي يتزامن مع الهجمة الكبيرة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية. أعتقد هذا الموضوع يحتاج جهد جماعي من كل الصحفيين، لكن للأسف الشديد حالة الانقسام الموجودة في الجسم الصحفي تضعف من الإمكانيات بأن نتوجه موحدين لمحاكمة هذا الكيان على جرائمه المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين. لكن هذا لا يعني أن يكون هناك جهد فلسطيني من أجل محاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. ولكن لماذا أستاذ صالح الصحفيين الفلسطينيين تحديدا تستهدفهم قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ لماذا تخشى من الصورة التي ينقلونها، من المعلومة التي ينقلها هؤلاء؟ أنا أعتقد أن إسرائيل تدرك تماما حجم يعني
القوة والتأثير الذي يقوم به الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين في نقل مظلومية الشعب الفلسطيني ونقل الرواية الفلسطينية ونقل جرائم الاحتلال للعالم. لذلك هي باستمرار تلاحق الحقيقة وتلاحق الصحفيين وتلاحق الكلمة، سواء بالاستهداف في القتل المباشر كما جرى مع زميلنا يسرى حسين خلال الحرب الأخيرة على غزة، أو من خلال تدمير المؤسسات الإعلامية كما قصفت أكثر من 50 مؤسسة إعلامية خلال عدوانها في الأخير في معركة سيف القدس، أو حتى بالضغط على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربتها للرواية والمحتوى الفلسطيني. إسرائيل تدرك تماما قوة وتأثير الرواية الفلسطينية، وهذا تجلى خلال العدوان الأخير على غزة، كيف أن بعض التغريدات الصحفية وصلت بعضها إلى 40 مليون، فيما أشارت بعض الإحصائيات أن نصف الكرة الأرضية كانت تعلم بما يجري من عدوان وجرائم، وهذا بفضل النشطاء الفلسطينيين ونشطاء في حول العالم الذين استطاعوا أن ينقلوا جرائم إسرائيل للعالم. إذا نحن نتحدث عن قوة وتأثير للإعلام الفلسطيني، وإسرائيل تدرك هذه القوة، لذلك هي تحاربها باستمرار من أجل الأرض. لكن هناك مواثيق تضبط العمل الإعلامي في فلسطين وخارج فلسطين، لماذا لا تلتزم إسرائيل بها؟ إسرائيل دولة فوق القانون، وهي لا تلتزم بكل المواثيق الدولية وتضرب بها بعرض الحائط. هي تقتل الصحفيين بدم بارد وعلى الهواء مباشرة، وتقصف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بأسلحة محرمة دولية كما جرى خلال الحرب الأخيرة ومن قبلها أيضا خلال عدوان 2014. إسرائيل قتلت 17 صحفيا ودمرت أيضا العشرات من المؤسسات العالمية. إذن نحن نتحدث عن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل كما وصفت مؤسسة حقوق الإنسان، ولكن إسرائيل هي دائما فوق القانون، تمارس العربدة والعرية وتدس خطاب الكراهية ولا تلقي بالا لهذه يعني القوانين الدولية. لكن نحن كصحفيين وكمؤسسات نقابية فلسطينية يعني نحاول دائما أن توثيق هذه الجرائم ونقلها لكل المؤسسات الحقوقية سواء الفلسطينية أو العربية والدولية من أجل مراحقة كل مرتكبي هذه الجرائم، وحتما ستأتي اللحظة لتقديمهم للعدالة. شكرا لك منسق لجنة دعم الصحفيين في فلسطين صالح المصري، كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل.